عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي ليه. جنة وفردوس وصحبة وحبيب مشتاق ليه، يسقيني يشفعني يلا صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء. امبارح اتكلمنا عن صلة الرحم وعرفنا ان هي موصولة بعرش الرحمن وعرفنا قد ايه هي مهمة، بس لسه ما خلصناش الكلام في الموضوع ده لانه بجد موضوع خطير وفي ناس بتستسهل القطيعة وعند اول خلاف يقولوا يلا خلاص خلاص بلاش منه. طيب يا ابني ده اخوك، دي اختك، ده مش اصحاب، دي عيلة، ده دم عمتك عمك، ما ينفعش مهما حصل انك انت تقاطعهم. طيب احنا هنجيبها كده من حتة تانية، اللي بيشتكي من قلة الرزق وعايز ربنا يوسع عليه في رزقه فليصل رحمه، ده مش كلامي طبعا، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهنكمل كلامنا مع ضيفنا الشيخ احمد المالكي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ، ربنا يخليك يا رب يحفظك ويسترك. امين يا رب، امين يا رب. موضوع مهم جدا عشان كده قلنا لازم نكمله النهاردة، موضوع صلة الرحم. صلة الرحم مهمة جدا، خاصة أن الله أمر بذلك، يعني هو الذي أمرنا بصلة الرحم. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا اللهم أمين. عارفة أنت حديث وأنت كنت قلتيه امبارح اللي هو ليس الواصل بالمكافئ، طب من هم، مين الواصل ده؟ الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ايوه يعني هو ده هو اللي بيصل، واخد بال حضرتك؟ يعني كتير من الناس سبحان الله عندها كده اللي هي تقطع الحبال الموصوله، وفي ناس كده على فكره بتامر اولادها انه لا ما تكلمش عمك، ما تكلمش عمتك. طب يا جماعه ما تيجي نفهم الدنيا ان في عقوبات في الدنيا وعقوبات في الاخره، نتقي الله رب العالمين. ما ينفعش، ده ربك الكريم بيقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحمكم. ده دول مين بقى يا رب؟ في سوره محمد، اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. ده ربنا بيقول الذين ينقضون ما امر الله به، الذين ينقضون ما امر الله به، الذين ينقضون، نسيت الايه، استغفر الله، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. انت عارفه اللي هو ده القضيه، قطيعه الرحم دي في النهايه، او الذي الصله التي امر الله رب العالمين بها، فالانسان يبدا يقطعها، ده عامل زي الفساد في الارض بالظبط. ولذلك هتلاقي في الايه دي وهتلاقي في ايه سوره محمد او سوره القتال اللي هو يا جماعه خلي بالكم انتوا اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. الحاجة الثانية اللي انت خلي بالك، اللي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم، يعني انت متخيلة العقوبة عاملة ازاي؟ واحد راح للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أخبرني بعمل يدخلني الجنة يا رسول الله، وقف كده يكلم النبي عليه الصلاة والسلام طويلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. يعني في النهاية لابد أن تصل الايه؟ تصل الأرحام. طيب بعد كده لسه مش مستوعبين يا جماعه ان صله الرحم دي الامر بتاعها صعب جدا. طيب شوف ربك الكريم النبي عليه الصلاه والسلام يقول ما من ذنب اجدر ان يعجل الله له العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الاخره. يعني في ذنب ربنا تبارك لو انت عملته ربنا يعجل لك العقوبه فين؟ في الدنيا. مش بس كده، ده لسه في عقوبه فين؟ في الاخره. طب ايه الذنب العظيم ده يا رب؟ البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم، عشان كده الرحم لما قالت يا رب هذا مقام العائذ بك،
فقال الله رب العالمين: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قال: بل رضيت يا رب. والنبي عليه الصلاة والسلام: وذلك إن شئتم فاقرأوا، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لكن إحنا قلنا إن الرحم دي يا جماعة اللي هو البر والإحسان إلى الأقارب، تارة بالخدمة وتارة بالمال وتارة بالزيارة وتارة بالسلام. لكن يجي واحد يقول هو يعني يجب صلة الرحم؟ آه طبعا يجب صلة الرحم، بس صلة الرحم الأرحام إحنا عندنا الصلة درجات، ففي صلة واجب على الإنسان أن يصلها، وفي صلة يستحب للإنسان. خلاص؟ طب إيه الأقارب أو الأرحام اللي هو واجب علي فعلا اللي أنا أصلهم؟ الصلة دي إما أن تكون بالخدمة زي ما قلنا، أو زيارة أو سلام، أو إذا العرف بيقول إيه، تمام؟ يعني أقل حاجة اللي هو أرفع السماعة التليفون والسلام عليكم، عاملين إيه، أخباركم، كل سنة طيبين. طيب إيه هي بقى؟ قال لك كل إنسان كله، شوفي الأرحام اللي هم في صلة، في محرمية فيما بينكم، يعني كل رجل وأنثى لا يصح أن يتناكحا، يعني في الزواج ما بينهم، دي زي مين؟ زي أنا وعمتي مثلا، زي أنا وخالتي، زي أنا وأختي، أنا وبنت أختي، أنا وبنت أخويا، أنا وأخويا، فده واجب علي صلة الإيه؟ الرحم. صلة الرحم. طيب واللي هو بقى يجوز لي اللي أنا أتزوج منهم زي أنا وبنت خالي، أنا وبنت خالتي، فهذا يستحب للإنسان أن يصل إيه؟ أن يصل رحم. فدي إحنا بنتكلم في الحدود، وأنا تقريبا في عندك اتصالات. إحنا معنا تليفونات، ممكن ناخد أول تليفون. أستاذ عطية، أهلا وسهلا. اهلا بكم، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. انا عمري 66 سنة. ما شاء الله، ربنا يحفظك. ربنا يديك الصحة. ربنا يبارك لكم. تزوجت من، انا من جبتة غربية، وتزوجت من طلخة المنصورة. ايوه يعني مش، ربنا يحفظك ما شاء الله. الله يبارك فيك. والمهم قعدت معاهم هناك وفضلنا شغالين، وجبنا ربنا رزقنا بالاولاد 4، واحد استشهد والثلاثه موجودين، وجوزت البنت والولد الكبار، فاضل الصغير في الجيش ما شاء الله. ايوه، السؤال حضرتك بقى ايه؟ سؤال حضرتك، صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. لما الست تكبر وتقول لي انت اللي شكلك احمد اللي هو في الجيش، واللي منك هو ده احمد، اما بيومي وايه مالكش دعوه بيهم، لو منك ولا تعرفهم. يعني ايه لا حول ولا قوه الا بالله؟ ليه بتقول لك المشاكل توصل لكده؟ الكلمتين دول قالتهم لي جننتني. طب قلت لها بنتي عقلي، ده انت كده بتسب نفسك. ايوه انت كده بتسبي نفسك، واستعيذ بالله من الشيطان. اولا هي تركه للصلاه، عملت معاها المستحيل. خدت بال حضرتك؟ طيب دلوقتي المهم، قامت بصيت لقيتها قامت قايمه عليا، وقامت ايه طرداني من البيت، ورمت لي هدومه في الشارع، وقمت واخد بعض وجايب بعض. انا لاحظي ان انا اول ما رحت هناك عندهم، ابوها يقول لي انتوا جايين تضيقوا علينا ليه؟ قلت لها امي اقسم بالله ما احنا بايتين فيها، ورحت اجرنا شقه يا مدام وقعدتها فيها، وقعدنا وعشنا مبسوطين 24 قرات من سنه 98 حتى هذه الساعه. ماشي، خدت بال حضرتك؟ بقى الحاجات دي كانت في الماضي، دلوقتي انت اتخانقت معاها الخناقه دي ومشيت من البيت، صح كده؟ ومشيت روحت زفتة، وقعدت في شقة بالإيجار في المساكن الشعبية. ماشي، خدت بال حضرتك؟ طب هو يا حاج انت عندك ولدين، عندك ولدين، هل هم بيعملوا الولدين؟ الكبير بتاعي شغال في شركة ابن يعني سينا. حضرتك مش لازم تقول تفاصيل، حضرتك لا بتقول تفاصيل. لا قصدي الولدين الكبار دول هم بيعملوها معاملة مش كويسة؟ أبدا. طب هي بتعملهم معاملة مش كويسة؟ هي معاهم مية مية، واشترينا بيت الوالد كبير ومزاجنا متفول. هي بس اكيد يعني. طب الاثنين الصغيرين بس قالت لك الكلام ده، لكن انت ما تاخدش الكلام ده على انه حقيقي. لا لا، الاثنين الصغيرين، الاثنين الصغيرين شغالين. الصغير في الجيش. تمام خدت بال حضرتك؟ هو الصغير،
والبنت والولد الكبار اتجوزوا. ماشي حضرتك، بقى سؤالك دلوقتي ايه علشان التفاصيل كده كتير؟ انا تكياني بالخلع يا مدام. هي طلبت خلع؟ اه تكياني بالخلع. مراتك عندها كام سنه بقى؟ عندها بتاعت 55 سنه. ماشي، هي مواليد 66. ماشي، يعني هي عايزه تتطلق. ايوه ليه خلص. بقى بعد عمري ده كله، كل اللي اكسبه قدولها ما معيش جنيه. قلت لها المؤاخذه باخد معاش من الشؤون 360 جنيه. قلت لها يا بنت اديني 5 جنيه تبقى ده في جيبي، العيال احفادي بيجوا بقول بدلهم بيقولوا لها هات لنا كذا وهات لنا كذا. ايوه ايوه. فبتبقى كبيره في حقي يا بنتي. قالت لا مفيش. ماشي ماشي يا حاج عطيه، احنا ايه يعني فهمنا تقريبا يعني القصه. هو اتخانق هو ومراته بعد ما هو راح قعد في البلد بتاعتها في القريه عندها. هي مشكله اجتماعيه. هي مشكله اجتماعيه بس احنا مش عايزينه ياخد الامر. لا لا لا، بس انا عاوز اوصل، عاوز اوصل. يعني هو ممكن يكون ان في اتنين الكبار اللي هي بتتكلم عليهم دول، خلاص دول ولدك، دول مالكش علاقه بيهم. دول الكلام اللي هو الكلام اللي لا اللي هو ممكن يكون الاتنين دول معاهم مثلا بيدوهاش فلوس، مثلا مزعلينها في حاجه. خلاص انتوا ولاد ابوكوا، انتوا بقى دول ولادي مالكش علاقه بيهم، ما تاثرش عليهم يعني. هي ممكن يكون المعنى كده، لكن ما ياخدش المعنى. لا لا ما ياخدش المعنى حقيقي. لا لا لا، اوعى تاخد المعنى حقيقي دي. بس ايه يعني، خلي بالك الشيطان عمال ينزغ بينكم، فخلي بالك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وشوف حد كده من الناس الكبار عندكم في المنطقه يقعد ما بينكم. انتوا يا جماعه كبار في السن، يعني انتوا اللي تعلمونا، يعني احنا بنتعلم منكم، انتوا اصحاب خبره ما شاء الله، فاحنا اللي نتعلم منكم. يا حاج استهدى بالله وشوف حد كده من الكبار عندكم يقعد معاكم ويصلح بينكم ان شاء الله، وربنا يصلح حالكم يا رب العالمين. يعني الواحد بيزعل ان المفروض الناس في 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 السن يعني الكبير هم المفروض بقى خلاص تبقى الحياه هديت، وهم اللي يدوا فعلا يعني سبحان الله يعني خلينا للاجيال اللي جايه. فالواحد بيزعل ان في يعني في حياتهم كده. ربنا يهديهم، ربنا يهديهم ويصلح حالهم. بس انا عاوز اقول الايه اللي انا كنت اتلخبطت فيها، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. عشان كانت الايه مجنناني فلازم اجيبها. طيب احنا معانا تليفون تاني. ام محمد. ايوه ازي حضرتك يا دكتوره دعاء. اهلا بيكي يا حبيبه قلبي، اتفضلي. ممكن اكلم شيخنا؟ اتفضلي يا فندم تحت امرك. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا فندم؟ بقول لحضرتك كان عندي مشكله هي حاليا يعني بيني وبين زوجي، بس يعني انا كنت عايزه احكي يعني اطول حضرتك بس شويه، بس باختصار. انا متجوزه بقالي 16 سنه. ما كانش يعني في مشاكل كتير، بس جوزي كتير الكذب، بيكذب كتير جدا جدا فوق متخيل، حتى لو واجهته بكذب لو انا عرفته من اي مكان تاني. طب وانت تواجهيه ليه بالكذب بتاعه؟ يعني هو ليه اوجه يعني ليه اخلي الانسان يكذب؟ انت عارفه لا تلقنوا اولادكم وازواجكم فيكذبوا. يعني انا لو حتى عارفه اللي هو في مكان ما مثلا، ليه اتك عليه اقول له انت كنت فين؟ قول لي انت كنت فين؟ فهيضطر ان هو يكذب. لا مش حكايه، مش كده خالص يا شيخنا، مش كده خالص. اتفضلي. هي يعني حضرتك من 16 سنه احنا اتجوزنا. كان هو دايما يقول كلام مش حقيقي، مش بيحصل. حتى لو كان في شغله وقفت جنبه كتير كان بيخسر كتير. وقفت جنبه كتير في يعني في البدايه خالص، اول ما اتجوزنا كان هو شغال موظف في شركه قطاع خاص، واول ما دخلنا يعني لقيت عليه ديون كتير كعفش وكده وجمعيات، هي داخل بيها مديون، وقفت جنبه وسددها بينا، خلفت منه اول عيل اللي هو محمد. بعد كده يعني والده قال هنبيع البيت اللي احنا قاعدين فيه ونتنقل في مكان تاني، فما اعترضتش خالص. بس كان ليله وقفه في عيد كبير، فانا قلت رايي، قلت يعني هتبيع البيت يوم الوقفه، الناس التانيين هيجوا يسكنوا يوم الوقفه واحنا صايمين وعاملين اكل وكده. كان ابني الكبير ده عنده سنتين، فقالوا خصموني، اهله كلهم خصموني ونقلوني في بيت جدته في شقه في دور ارضي، اوضه وصاله لا يسكن فيها بني ادم. والشقه الثانيه اللي هم يدوها لي مش متوضبه ولا فيها نور ولا كهرباء ولا شبابيك ولا بيبان ولا اي شيء. ورغم كده اهلي انا ما عملوش معاه اي مشكله، وقالوا قالوا له ارجي واقعدي مع جوزك لحد ما ربنا يسهل له ووضبوا الشقه اللي هتقعدوا فيها اللي انا قاعده فيها حاليا. قعدت 3 سنين نوظف فيها انا وجوزي. هو يعني طيب، انا جوزي طيب، بس في عيوب كتير.
كتير جدا، استحملتها كتير. خلفت بعدي 4 سنين بعد ما اتنقلت في الشقة اللي أنا فيها حاليا، خلفت بنتي اسمها مريم. حصلت مشاكل إن هو كان كل، هو شغال نقاش وبيشتغل ساعات مع مهندسين وكده، فبيخسر يمسك شغل كم أولى يخسر أقف جنبه. المشكلة من بداية 5 سنين من ساعة ما جالي ورث من والدي الله يرحمه، بقى سايب لي أنا مسؤولية البيت تماما. لو هو خسر أنا اللي أتصرف وأسد له خسارته، أخد من ورث أعلم أولادي، أصرف في البيت، أدمن مخدرات، وقفت جنبه خرجت منها نهائي. فكذبه دايما، انا لما مش انا يعني ياخد فلوس من الناس ما يجيبليش سيره عنها خالص. حد يجي يقول انا زوجك مستلف مني كذا، اقول له انت خدت من فلان كذا، يقول لي لا، اقول له حرام ما تكذبش يعني، قول لي واحنا نتصرف ونسد ديننا ونقف جنب بعض، انا وقفت جنبك كتير يعني، بلاش يعني ما تكذبش، قول. وليه تستنى اي حد يجي يقول لي انا جوزك عمل كذا، انا جوزك قال كذا، انا جوزك خد كذا، ليه انت تيجي واحنا انا عمري ما عملت كده. طب انت بقى بعد السنين دي كلها ما استحملتي كل الحاجات دي وضحيتي كل التضحيات دي، ايه سؤالك بقى دلوقتي او ايه اللي ضايقك دلوقتي حاليا بقى؟ يعني حاجات كتير، هو دايما في الخساره برده ما بيتعصش، اهديه انه يصلي ما بيصليش. يعني هو عمره لا سؤال بس، هو عمره ما صلى؟ يعني هو ما بيصليش اصلا؟ لا نهائي، هو واخدني انا بصلي. لا هو ما بيصليش في الايمان. لا هو ما بيصليش نهائي ولا جمعه يعني، حتى ولا وقت الجمعه يعني صبح ولا اي صلاه، رغم ان انا ليل ونهار بصلي الحمد لله قيام ليل، اقعد اقول له ايه تعالى امني، تعالى انا هستناك ونصلي سوا، يبقى سهران اذان الفجر وانا سهرانه، ما اقوم اتوضى واصلي الفجر واصلي سنه الفجر واقول انا مستنياك نصلي سوا الفجر، ما يرضاش، صلي انت ما فيش دعوه بيا. طب وعيالك عندهم قد ايه، كام سنه؟ انا معايا محمد الكبير في ثانيه ثانوي ان شاء الله، ومعايا مريم في اولى اعدادي، ومعايا ملك طفل صغير عنده 4 سنين. طيب انت سؤالك ايه بقى يا حبيبتي؟ اني انا طاقتي بقى خلاص يعني مش مستحمله، في صراع بيني وبين نفسي استمر معاه او ما استمرش يعني. طب انت لو يعني تعبانه نفسيا. طب يا بقى ام محمد خلاص. يعني انت لو انفصلتي دلوقتي هتروحي فين؟ ما فيش حاجه تعرفي، انا والدي متوفي، والدتي بتاخد معاش والدها اصلا. طيب مش ممكن بقى مش معنى كده اللي احنا ممكن نصبر شويه عشان بنت حضرتك وعشان ابن حضرتك ونربيهم تربيه حسنه ونحاول نصلح من حاله ما تعرفيش يعني، ممكن ربنا تبارك وتعالى يهديه، وده ربنا ان هو ربنا يهديه ويصلح من حاله، بس عشان خاطر ولادك انت مالكيش مكان تروحيه، هتتبهدلي والدنيا قاسيه، ما ينفعش نصبر عليه الفتره اللي جايه دي. يعني انا كنت بدري كتير جدا، ده انا حاليا انا حاسس بيكي. بصي يا ام محمد احنا حاسين بيكي وحاسين بالقسوه وحاسين بالالم اللي بيعتصرك دلوقتي، بس هل مش من الممكن ان احنا نحاول بقدر الامكان نجنب الجوانب اللي هي المشاكل دي عشان خاطر وانا عيني على ابني وبنتي، اللي انا استحمل عشان ابني وبنتي؟ انت لو اطلقتي الحياه تبقى قاسيه وهتضطري ان انت تشتغلي وهتضطري وما تعرفيش هتشتغلي ولا مش هتشتغلي ومين اللي هيديكي فلوس ومين اللي مش هيديكي فلوس وهتتعبي عشان خاطر ولادك، طب ما خليني في بيتي وبتعب عشان خاطر ولادي وهربي ولادي تربيه حسنه واعلمهم يعني ايه الله وهربيهم على معنى الصلاه واخليهم يصلوا قدامي. بقى هو من حياتها مش تنسى، لا هتحاول بقدر الامكان، عارف اللي هو يا جماعه لن يسلم يعني عمر بن الخطاب ده عمره ما يدخل في الاسلام الا لو اسلم حمار الخطاب، عارفه وصل بيهم الحل كده ان عمر الخطاب ده عمره ما هيسلم ابدا ولا يدخل الا لو الحمار نطق، في اكتر من كده ومع ذلك اسلم عمر بن الخطاب. ادعي له يعني، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ادعي ربك الكريم النبي لاخر لحظه مع عمه ابي طالب، لاخر لحظه مع اعمامه، لاخر لحظه مع الناس، وكان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون، بالهدايه وبالحسنى اصبري وصابري وادعي ربك الكريم، فربك الكريم هو المستغاث وهو الملجأ سبحانه تبارك وتعالى. واكثري من قول يا ذا الجلال والإكرام، النبي بيقول ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، فنصيحة مني اصبري وصابري وسلي ربك أن ربنا يرزق زوجك الهداية وعينك تبقى على ابنك وعلى بنتك وربنا يحفظك يا رب. طب هو هل شرف. بقى من الاول الغلط ان هي من اول ما اتجوزت الاختيار فضلت غلط. تضحي الاختيار خلاص غلط. هي اختارت واتجوزت خلاص،
هي بقى بتقول من الاول المشاكل اللي حصلت بينه اهله وشالوها من الشقه وحطوها فين ومش عارف ايه، وفضلت هي تصرف وهي تصرف واخدت الفلوس بتاعت باباها وصرفت وصرفت وفضلت تقف. هل ده غلط ولا صح؟ ما هو المفروض ان الست مش عاوز اقول غلط وصح في المطلق كده، بس هو المشكله اللي احنا لما بنيجي نحط ايدينا في ايدين العريس ولا العروسه ونقول او الاب الولي يعني على كتاب الله على سنه رسول الله، واول ما يتم ليله البناء وانتهت القضيه كتاب الله وسنه رسول الله، احيانا بننسى بقى ما فيش كتاب ربنا وسنه ربنا وسنه النبي، فبنبدا نتعامل من باب الهوى. فدي اشكاليه كبيره جدا. عشان كده لابد ان احنا نحسن الاختيار. حسن الاختيار ده هو اللي هيخلي المجتمع بتاعي ده مجتمع قوي ومتماسك ومترابط. اساءة الاختيار هي اللي بتوصلنا للحال بعد ما نجيب الاولاد ويقول يا ريت اللي جرى مكان. فهو ده ولا تحين مندم بقى. فهي دلوقتي يا اما تتطلق وتروح في الشارع وبتقول انا بابا وماما متوفين مش عارفه هتروح فين، وهتلاقي الحياه قاسيه قدامها، يا اما تصبر عشان خاطر ولادها. فاحنا بنختار اخف الضرائب، اصبري عشان خاطر ولادي. انت عارفه لو هي لا ليها رزق وفي بابا وماما وبتاع لا لا من دلوقتي، ده واحد مدمن مخدرات، واحد مش هينصلح حاله، واحد مش عارف كذا، واحد كذا، بتبقى يعني بتبقى الاجابه على حسب الحاله. هي دلوقتي هتروح فين بولادها؟ هتروح فين؟ فهي عندها ولادها تربي عشان الولاد ما يقاسوش الحياه، يعني هيقاسوا الحياه والحياه صعبه. بالظبط، ربنا يهديهم يا رب. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا مشاهدينا. أنا عايش فيها ليه؟ هدفي واضح والدنيا هي طريقي. عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه؟ معاكم مرة تانية مشاهدينا وبنكمل حلقتنا. أنا بس قبل ما مرة تانية بضيفنا الشيخ، ربنا يخليك يا رب. أنا قبل بس ما نبدأ في أي ناخد أي اتصال أو نكمل الحلقة، أنا عاوز بس السؤال السابق ده إحنا محتاجين نتوقف برضه تاني يا جماعة، إن هو يا جماعة حسن الاختيار، يعني أنا لما دلوقتي بقى ده من البداية بقى ما حسن الاختيار دي مهمة، يعني أنا دلوقتي أشوف كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وصدق رسول الله. هو يا جماعة لازم ناخد كلام النبي نجرب عشان نشوف كلام النبي صح ولا لا؟ طبعا. ما هو الكلام يا جماعة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هو ده القضية، دين وخلق، مش دين بيصلي ويصوم ويزكي بس، مش ده، مش ده أخلاقه وتعاملاته الأخلاق بقى التعاملات مع إن هو مسلم مصلي. يا جماعة عشان أقول له كتاب ربنا وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنا لازم أعملها بكتاب ربنا وسنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. وانا مش هبقى راجل كده واقف قدام مراتي كده ابقى راجل الا لو انا بعملها بكتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام. محدش بيقول بقى ولسه حد بيعامل بكتاب الله وسنه رسول الله. الحياه لن تستقيم الا بكتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طب لو ما عملتش كده احنا بنعملش يا رسول الله كده. فهو ده بقى الفتنه اللي النبي الا تفعلوا، طيب انتوا يعني مش عاوزين تعملوا، تكون فتنه في الارض وفساد كبير او فساد عريض. ايه بقى الفتنه؟ فتنه في التربيه، مفيش تربيه سليمه. فتنه في مفيش اخلاق، مفيش حياه زوجيه سليمه، الاسر مش متماسكه، في طلاق وعلى طول اول سنه نسمع عن حاجات بيطلقوا في اول سنه واول شهر واول شهرين. ايه يا جماعه ده؟ ما هي دي الفساد اللي النبي قال عليها عليه الصلاه والسلام. امال ايه بقى لو انا خدت الراجل حتى لو هيطلق، الراجل اللي هو عنده خلق وعنده دين، ده هو قال كده يا جماعه خلي بالكم بقى في امساكم بمعروف. فانت هتمسكها يعني بالمعروف بالمعروف، والمعروف ده كتير بقى، حط تحتيه مليون خط. ازاي اعملها بالمعروف؟ اللي هو وعاشروهن بالمعروف، كل حق يقابله واجب، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وشوف بقى الايات في المساله دي. طيب فامساكم بمعروف، طيب لو هطلق مش هفضح واروح بقى محاكم وبتاع وهطرق خلق الله عليا. بعد ان نشوف العيال والكلام اللي بنسمعه ده، عارفه القران قال ايه؟ قال او تسريح بإحسان. اللي انت تحسن هي دي القضيه. اللي انتوا يا جماعه تتذكروا الخير فيما بينكم، مش اللي هو لا اوعى تكلم ابوك، اوعى تكلم مامتك، اوعى، والاولاد هم اللي بيتشردوا. واحنا بنشوف المجتمع بينهار قدامنا بسبب ايه؟ بسبب عدم الاختيار، اختيار فاسد. احنا لو اختارنا اختيار صح اللي هو الاختيار الصح، وكذلك الامر تنكح المراه لاربع، يا عم اختار المال والجمال والحسب، اختار كل حاجه، بس اوعى دول تبديهم على الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك. طب يعني تربت يداك؟ هتفضل طول عمرك فقير. فقير في المشاعر، فقير في الأخلاق، فقير حتى في المال. ليه؟ لأن انت بديت ده على دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى. طيب ناخد صباح، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. ممكن أسأل سؤال لفضيلة الشيخ؟ اتفضلي يا فندم، تحت أمرك.
انا كان ليا اخت ابنها توفى كان سنه 20 سنه، رحمه الله. فبعديها بسنه والده توفى، فاهل جوزها في العزا راحوا كرشينها بره البيت. ما عندهمش اصل ايه؟ ما عندهمش اصل. فراحوا كرشينها، فاحنا خدنا اختنا، فجبنا ناس، فقالوا هو المفروض احنا نورث معاها. فالمهم راحوا عاطينها 35,000 في الشقة ومشروع، وكرشوها هي وبنتها. يعني كنت لسه هقول لك، هي مخلفة تاني ولا هو الولد بس؟ ايوه معاها بنت. فاحنا خدناها طبعا عندنا في بيت ابويا في شقة، بس اخويا ادها شقته صغيرة، فهي زعلانة وحزنت وجالها جلطة. فهم مضوا اخويا، ضحكوا عليه ومضوه ب 100,000 جنيه، فقالوا له يا تتنازلوا على الشقة يا اما نحبس اخوكي. فاختي اضطرت تتنازل وادونا 35,000 جنيه. فبعد كده رحنا خدناها، فاختي بقى جالها جلطات وعقلها خف وكده، فدلوقتي بتدعي علينا كلنا على اخواتها اللي احنا وقفنا معاها واتخانقنا معاهم. ما انت قلتي عقلها خف، اسمعي بس هقول لحضرتك، انت حضرتك دلوقتي يا حاجه قلتي عقلها خف. عقلها خف، فمش هيتاخد على كلامها لما تيجي تشتمك وخلاص، خصوصا حاسس بالظلم. لا يعني بتدعي علينا، هل الدعاء ده يجوز علينا ولا؟ انما يتقبل الله من المتقين. انا ما اعرفش هي انتوا عملتوا معاها ايه، بس انما يتقبل الله من المتقين. ما لو وقفتوا معايا ما تقلقوش، ما تقلقوش من حكايه الدعاء دي. بس انت بقى بس ثانيه واحده يا صباح، انت بتقولي ان اخوكي راح برضو مضى ففرط في حقها ليه؟ ما انا بقى، ما هو ده السؤال. ما يعرفش ان هو مضى على عليها، ده هم ضحكوا عليه. في حاجه اسمها ضحكوا عليه؟ يعني هو قال له تعالى امضي وبيشوف الواحد بيمضي على ايه؟ يعني هو قال له تعالى امضي، راح يمضي ليه؟ الله اعلم بالتفاصيل، بس هو غلط وضيع. لا هو راح يمضي ليه اصلا؟ وبنت اخته. بس هو ما يعرفش ان هو مضى على ايه. طب هو بيمضي على ايه اصلا؟ هو راح يمضي على ايه؟ واحد بيقول له تعالى امضي امضي. بعتوا له ناس ضحكوا عليه ان ليك اخت ارمله، احنا هنديها وهنبسطها وهنديها مال وهنديها اكل وهنديها شرب، وهو اخويا مضى ما يعرفش مضى على ايه. هو يعني طبعا الكلام غريب شويه، مفيش حاجه اسمها كده. هي حقها وتتمسك بحقها. هو ده احنا اكتشفنا بعد كده ان هم مبلغين على اخويا ب 100,000 جنيه. طيب انا بس يعني عاوز اقول لحضرتك حاجه، انتوا لو كنتوا سبب من الاسباب دي اعلموا ان الظلم ظلمات يوم القيامه. لو كنتوا سبب، لو انتوا سبب الظلم ظلمات يوم القيامه، خلي بالكم. احنا مالناش دعوه، احنا ما نعرفش اخويا مضى، اخويا ما يعرفش مضى على ايه. طب هو راح يمضي ليه اصلا؟ راح يمضي ليه؟ هو بعتوا له ناس ان انت ليك اخت ارمله، احنا انا مالي ليه اخت ارمله؟ هي اللي تمضي، هي اللي تروح تمضي، وانا وصيه عليها. هم بقى عشان كان متخاذلين من اخويا ده، لان هو كان اكتر واحد بيقف لها. طب يعني بص يا صباح، هو الموضوع يعني الاشكاليه كلها، الاشكاليه كلها ورث بنتها. هي بتدعي، يعني هي بتدعي، هي حاسه بالقهر، حاسه بالظلم. انا بس السؤال، هو راح يمضي في ايه؟ ما يعرفش. طب بيمضي عليه وما يعرفش؟ طب اختك ارمله وتعالى ونديها حقها، انا مالي وانا امضي لها بمناسبه ايه؟ وهو ينفع اصلا يمضي لها؟ لا طبعا، لا لا عرفا ولا قانونا ولا شرعا ولا اي حاجه. ما في واحده يا جماعه حيه ترزق والورث ليها، فيصل الحال. شوفي بقى الظلم بيصل الحال الى ايه؟ ان يجي لها جلطه والست المظلومه دي في الاخر تقول لك عليها خف. وكمان زعلانين منها. طيب الظلم ظلمات يوم القيامه، ما تزعلوش منها، احتووها. واللي ظلم ده يا ويله في الدنيا والاخره، والله العظيم. اهل جوزها دول بقى كله، بقى كله اي حد ظلمها، والله انه لامر خطير لو تعلمون عظيم. طبعا، وده الناس هتشوفه في الدنيا قبل الاخره، لان ربنا لا يظلم احدا على الاطلاق. واللي ياكل حرام هو بقى يرضى. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ليه يا جماعه؟ احنا ايه؟ عشان ايه يعني؟ هو تاخد 35,000 و40,000 وبتاع، ومين قال لكم الحقها 35,000؟ يمكن اكتر من كده. واصلا يخرجوها من بيتها ليه وهي معاها يعني حاضنه ومعاها بنت صغيره؟ يعني ظلم غريب. ومش مثلا يعني سبحان الله، الموت يعني بيكون رساله، او في رسائل كتير عماله بتنزل. ده النبي عليه الصلاه والسلام. لا لا ده شوفي يعني بقى حضرتك، لا يعني قصدي كفى يعني بالموت واعظة. ايوه العظه دي، يعني هما دلوقتي الاهل دول شافوا حفيدهم شاب مات وابنهم وراه مات،
فين اقروا بقى رساله ربنا ان الدنيا دي ولا حاجه، الموت الناس اهو بتموت فجاه من غير سبب من غير فجاه بقى. انا عارف اللي انا هموت، انا عارف اللي انا هموت، فعلينا الدور يعني. فان عشت في هذه الحياه ففي النهايه رايح للقبر. يبقى بقى ان عارف ان هم يعملوه ان هم يروحوا يظلموا الكفى بالموت ابنهم وحفيدتهم. طيب كفى بالموت، كفى بالموت واعظه. طب اللي مش هيكفيه الموت، طب كفى يا جماعه بالقران واعظه. القران بيقول لك حلال وحرام واتقي الله وع ما في ما فيش. طب كفى القران واعظه ما فيش. طب بالقبر واعظة يروح هتدفن هنا. طيب من لم يكفي هذا ولا ذاك فالنار تكفيه. مفيش أمل بقى، فالنار تكفيه وخلاص بقى، واحد ما عندوش عقل فتكفي بقى النار. ها بقى رب يحلها الحلال بقى لما نشوف النار. طب خلاص هيجي يعني يحلها الحلال، الناس هتعيش كم سنة يعني هنعيش قد ما هنعيش في جماعة النهاية. الظلم ظلمات يوم القيامة، يعني ايه الظلم ظلمات يوم القيامة. اللهم عافينا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. احنا فين الاحاديث دي؟ كنا بنحفظها واحنا صغيرين وبيعلمونا الكلام ده. ما احنا لازم نقول للناس الكلام ده تاني. ألف با تاء اسلام. بنعلم با من جديد. ألف با اسلام اسمها ألف ب. لا با مش ب. ألف ب لا هي اسمها ألف آ با تاء ثاء. ودي الحروف اللي ايه بقى اللي احنا بنعلمها اللي هي ايه؟ ايه الابجديه. لا الابجديه ابجد هوس. دي بقى في حروف بين المشارقه والمغاربه. احنا لابسين مغربي. ده موضوع كبير جدا، وانا ماليش في العربي اصلا، ماليش في اللغه العربيه دي خالص. طيب معانا تليفون. رجاء اهلا بيكي. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. حضرتك يا مدام دعاء. اهلا بيكي يا حبيبتي. الله يخليكي يا فندم، ربنا يحفظك. ربنا يكرمك. والله انا ليا سؤالين ومش هطول على طول ان شاء الله. السؤال الاولاني، انا يعني زوجه بقالي كتير قوي، بقالي سنين كتير طعنت من زوجي طعنت كتير قوي في الخير يا رب. الحمد لله الحمد لله. طعنت طعنه كبيره. انا كانت حياتي ماشيه كده، فجاه لقيت نفسي تايهه. ايه اللي حصل؟ يعني في شطانه دخلت كده في النص واتجوز عليا. اتجوزها عليك؟ اتجوز. ايوه فهمت. ماشي. المهم يعني انا عايزه يعني البلاء ده الحمد لله انا رضيت بيه، وفي حاجات حلوه كتير حصلت. يعني هو ربنا وقع البلاء ده عليا، بس الحمد لله يعني كان في لطف شويه. يعني جوزي لسه متمسك بيا جدا، وقال لي انا هنهي الموضوع دي ودي نزوه وي 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 وحاجات كتير. يعني هو متمسك بيا انا وولادي اكتر. طيب اقول لحضرتك حاجه وما تزعليش مني، ممكن؟ اتفضل يا فندم. لو قال لك انهي الموضوع ده قولي له بلاش، قولي له اتقي الله حرام عليك، اوعى تنهي الموضوع ده، لان هي اصبحت زوجه. صح؟ صح، اصبحت زوجه. انا بتصل عشان كده يا فندم. انا دلوقتي اوعى هي اصبحت حضرتك. زوجه، بس انت عارفه تقولي له ايه؟ تمام. تقولي له المطلوب منك العدل. انا خايف عليك يوم القيامه، لشقك يبقى مائل يوم القيامه. المطلوب منك العدل وان تتقي الله رب العالمين. هو خلف منها؟ لا هي حتى لو بخلفش منها. ها هي كانت زوجه ومعاها اولاد برضو كبار. هي كانت زوجه ومعاها اولاد. عارفه وتقولي له ايه كمان؟ عارفه وتقولي له ايه كمان؟ اتفضل. تقولي له كمان ولادها دول ولادك وولادي، وهنراعي ربنا فيهم عشان ربنا هيكرم. عارفه خدي الكلام ده كده، وعارف ان ده صعب على القلب. صعب طبعا، صعب جدا. بس انا بقول لك اهو، اعملي ده ورب، والله العظيم ربك الكريم سبحانه وتبارك تعالى، انك انت رضيتي. هو خلي بالك هو عمل زوجه تانية. الزوجه التانية دي حلال ولا حرام؟ لا حلال. هي قفلت. حلال صح. فيا رب هو ادام تزوج وانا رضيت، فانا هقول له بقى وامره بالطاعه، واقول له خلي بالك اوعى في يوم من الايام تطلقها. ليه؟ لاني شوف انت القهر اللي عندك ده، هي ممكن تبقى عندها نفس القهر، فاوعي تكوني سبب في قهر انسان، خاصه ان هو عمل حلال ما عملش حرام. بس نقول له كمل الحلال اللي انت تكون عادل ما بيننا. العدل يا جماعه في كل شيء الا المشاعر. هو بيقول لك متمسك بيك، فهو بيحبك اكتر على فكره، عشان انت ام اولاده. فواحد يجي يقول لك اصل القران بقى قال ولن تستطيع انت، اصل في نقطه بس. بس هي برضو عايزين نقول الله يكون في عونها، لان الموقف صعب طبعا جدا عليها. الزوجه الاولى لما جوزها هيجي جدا، بس عشان ما حدش من الناس بتحس ان الدنيا ظلمت. لا هي ما ظلمتش. نقول لها لا، بصي هديت. أيوة. لما قلت لها ايه اتقي الله قولي له خدي كده ايه لله. وزي لسه ما بنقول دلوقتي الحياه ولا حاجه. يا جماعه العدل في المبيت، العدل في الطعام، العدل في الشراب، العدل في كل شيء. لكن المشاعر دي بقى اللي هو القرآن قال ولن تعدلوا، هي دي بتاع الايه الميل القلبي. بس القرآن قال ايه بقى؟
فلا تميلوا كل الميل. أوه. ده القرآن كما في سورة الايه النساء. وربنا اصل في التعدد انا احب الكلام في التعدد. لا 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 التعدد انا ما بحبش الكلام فيه. بشكرك جدا يا شيخ احمد وبشكركم مشاهدينا واسيبكم مع فقرتنا الطبية بعد الفاصل. عايش في الدنيا عارف انا عايش فيها ليه هدفي واضح والدنيا هي. عايش في الدنيا عارف انا عايش فيها ليه. طبعا تكميم المعدة من اشهر عمليات السمنة في العالم، لكن العلم والطب مش بيقفوا عند حد معين رغم انها اثبتت نجاحها، لكن كل شوية بتظهر تكنولوجيا حديثة وتحسينات مستمرة على الجراحة، وظهرت انواع جديدة بقت تناسب الحالات المختلفة. برحب بضيفنا الاستاذ الدكتور كريم صبري، استاذ ودكتور جراحات السمنة والمناظير بكلية طب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بك يا استاذة. اهلا وسهلا. احنا طبعا عايزين الاول نبدا كده مع حضرتك ونتكلم عن التكميم، وللمشاهدين اللي مش عارفين يعني ايه تكميم المعده، ايه هي عمليه تكميم المعده نعرفها له. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. النهارده انا بس عايز اتكلم على حاجتين، تكميم المعده اللي هي بتتعمل كويس وتكميم المعده اللي بتتعمل مش كويس. تكميم المعدة هي عملية بسيطة بتتعمل بالمنظار خلال فتحات صغيرة قوامة أقل من 12 ساعة في المستشفى، فتحات بسيطة خالص يعني، في أنواع منها كتيرة جدا يعني، لكن في مجمل الأمر هي فكرتها ببساطة إن احنا بنشيل جزء من المعدة وبنبقي جزء صغير بناكل فيه. طب أنا استفدت إيه كمريض إن أنا شلت جزء من المعدة وأنا وزن كبير؟ أنا بستفيد إن أنا الجزء اللي اتشال ده بيخلي حجم المعدة صغير فمنقدرش ناكل كمية كبيرة. نمرة 2، 80% من هرمون الجوع بيتم التخلص منه مع الجزء المستأصل، وبالتالي انت بتاكل بتشبع بسرعة، ما بتجوعش الا على فترة كبيرة، وكمان الهرمونات اللي هي بتعطل عمل الانسولين الانتي انسولين هرمونز بيتم التخلص من 80% منهم. فدي ببساطة هي تكميم المعدة، عملية لا تؤثر على الامتصاص، يمكن استخدامها كمان في الناس اللي هم الطلبه الصغيرين او الاطفال الصغيرين بعد سن 11 سنه كده واحنا طالعين لو وزنهم فوق ال 100 وعندهم مشاكل في التنفس، او يعني دي ما بتاثرش على الامتصاص يعني. البنات اللي هم مقبلين على الزواج او حتى لسه في سن الدراسه يعني لا تؤثر على ان هي تؤثر على هرموناتها الانثويه او تؤثر على زواجها او تؤثر على حاجه، بالعكس ده السمنه المفرطه تؤثر بالسلب على الانجاب، لكن في السن الصغير لو نزلت وزنها بدري دورتها تنتظم يعني هرموناتها تنتظم الانجاب يبقى احسن، حتى احنا بنعالج تاخر الانجاب بانقاص الوزن. دكاتره الناس دايما بيبعتوا لنا العينين اللي هم مستعصيين معاهم بسبب زياده الوزن، عندهم لخبطه او تكيس مبيض او حاجه، بننزل لهم وزنهم ما بيحتاجوش علاج بعد كده وبيخلفوا ببساطه. التكميم بقى كمان بتعالج سكر من النوع اللي هو التاني، لما السكر خفيف اللي هو ماشي على اقراص بقاله اقل من 5 سنين بتعالجه كويس جدا. الحاجه اللي بتتعمل كويس بتتحضر كويس وتعمل عمليه كويسه ان شاء الله بتاخد نتيجه كويسه، لا عندك ترجيع ولا عندك حاجه، لان الناس اللي بتقعد ترجع بعد العمليات بيبقى عندهم مشكله في العمليه، ولا عندك نقص فيتامينات لان انت بتاكل كفايتك في العمليه المظبوطه. طب النوع السيء اللي بتعمل فيه العمليه طبعا بيؤدي الى نتائج كارثيه، عمليه مش مظبوطه ربما تؤدي الى مشاكل كارثيه فعلا، ويغيب طول عمره تعبان خاسس ازيد من اللازم، شكله تعبان شكله كسلان شكله مش مظبوط لانه مش بياخد كفايته من الاكل، لان المعده بتاعته مسدوده او المعده بتاعته ملويه او المعده بتاعته فيها مشكله. فبالتالي ده يعني قله الخبره احيانا تؤدي الى نتائج كارثيه على المريض. طيب يعني من مشاكل تكميم المعدة اللي هي بتبقى معمولة مظبوطة خالص اللي هي كويسة، يعني أنا عملت عملية تكميم معدة وعملية مظبوطة مقاساتها مظبوطة وحتى عملت أشعة مقطعية ثلاثية الأبعاد لقيت معدتي مظبوطة وماشي كويس وخسيت كويس، إيه أشهر حاجة بتحصل بعد عمليات السمنة على المدى البعيد؟ تكميم المعدة يمكن إرجاع الوزن فيها مرة تانية مع الاستخدام الخاطئ لطبيعة الأكل.
يعني اللي هم بقى ايه بيحبوا الحلويات والسكريات والحاجات دي يعني؟ بالظبط، لان العمليه دي احنا قلنا في الاول ان هي لا تؤثر على الامتصاص، وبالتالي استهلاك السكريات والشوكولاتات والحاجات اللي فيها طاقه عاليه، يعني انا كده قللت كميه الوجبه بس انا ضحكت على المعده وتحايلت عليها ان انا اكلت، عوضت نقص كميه الاكل ان انا اخذت ايه حاجات سكريات كتيره وشوكولاتات وايس كريم، وانا زودت وزني بصوره غير مباشره، لان الانسان اذكى من اي حاجه، يعني دي عمليه بسيطه انا ممكن اضحك عليها يعني. وبالتالي بس يعني مثلا انه حد كان عايش طول حياته عنده مشكله في السمنه المرضيه او السمنه المفرطه، عامله له مشاكل نفسيه، عامله له مشاكل جسمانيه، وبعدين كمان عرض نفسه ان هو يعمل عمليه، ده يعني مش قرار بسيط اني اخد قرار واروح واعمل عمليه واتعب بعدها ولحد لما اقف على رجلي وخلاص وابدا بقى اخس واشوف نتيجه، معقوله بكل بساطه ارجع ابوظ اللي انا عملته ده؟ انا اتمنى يكون الفكر ده موجود عند كل الناس. طبعا احنا الناس بتقسم طب اتنين يعني تو جروبس برضو. جروب احنا ما بنشوفوش تاني بعد المتابعه، بيعمل عمليته وخلاص بيمشي، ما بنشوفوش تاني خالص. ده مش يعني فاهم العمليه كويس جدا، وهو خلاص هو فهمها من الاصل اساسا. هو عارف انه عايز يعمل تكميم، عايز يحافظ شويه، مش مانع من السكريات بس هيحافظ شويه، عنده لايف ستايل غيره وخلاص هو مشي، والله ما بنشوفهم تاني. الا يمكن جايب واحد بقى قريبه بعد سنه سنتين ثلاثه، بتلاقي حد مراته اخوه عمه اي صاحبه اي حد من المعارف يقول له انت عملت ايه؟ يقول له عملت تكميم معده، فتعالى هعمل لك تكميم معده بنفس الاسلوب، او هو بيبقى يعني بيشجعه يعني. ده انسان ناجح وكويس. في بعض الناس اللي مش دارسه العمليه كويس، او داخله يعني هو فاكر انه العمليه دي عقل مدبر. احنا يعني التكميم ليست عمليه او يعني عقل مدبر جوه البطن، عضله كبيره ابتدت تقل بقت حجمها صغير، انت بتساعد نفسك. هو ده الموجود في الطب يعني. ده اللي موجود في الجراحه بصفه عامه، ده الاوبشن الطبي الموجود عالميا لانقاص الوزن، هو تكميم معده تحويل مسار بانواعه بقى، تحويل مسار معده مصغر، ثنائي التقسيم. فهو التكميم في حد ذاته محتاج بس استيعاب شويه. اذا ما كانش عندك قدره يعني ان انت تستوعب ده، احنا في عمليه اسمها تكميم المعده المعدل، بنركب حلقه اعلى المعده بتمنع الناس ان هم يضغطوا على معدتهم وعلى العضله بتاعتهم فتوسع، نقوم مركبين حلقه بقى اعلى المعده تقوم تمنع تمدد المعده على المدى البعيد، اسمها تكميم المعده المعدل. حلقه بسيطه جدا بتركب اعلى المعده، دي تكميم معده عادي خالص اهو، تكميم معده بسيطه جدا. احنا بقى بنركب ما تخافوش يعني، ده تكميم معده عاديه خالص. هي الاستاذه دعاء مش عايز تبص على الفيديو، لكن لا سهل جدا، لا ما فيهوش حاجه خالص، ده تكميم معده عادي خالص، بنركب بس حلقه اعلى المعده اهي. وهي دي ايه؟ دي المعده؟ دي المعده بس بعد ما اتعمل فيها التكميم. الحلقه دي اللي هي السيليكون البيضه دي بتركب، وبالتالي بتمنع بقى تمدد المعده مره ثانيه. عمليه جميله خالص في خلال وقت قصير قد لا يتعدى النص ساعه. وبالتالي دكتور دي عامله زي عمليه الرينج يعني، دي بتضيق وتوسع زي عمليه لا دي فيكسد بقى، لا دي باندد يعني سليف، دي ما بتوسعش بقى ولا تضيق، هي بنفس المقاس بس تبقى مقاس اوسع شويه من حجم المعده، يعني هي قطرها 7 سم. يعني بتدخل الاكل والشرب بس بكميات هي لا تعاكس المعده الا اذا وسعت، يعني هي ما بتشتغلش في اول سنه سنتين لان الحجم بتاع المعده اصلا بيبقى اضيق منها، هي بتبقى اوسع من حجم المعده. المعده بقى لو فكرت توسع على المدى البعيد بتمنعها، بس ما حدش بيوسع المعده الا بعنف شويه في استهلاكه للاكل الشديد اللي بيملى المعده بزياده. لا في ناس مزاجها كده يعني، في امراض على فكره قد تكون نفسيه في زياده الاكل، هو يعني مزاجه ما بتعدلش الا اذا ضغط المعده بزياده، وده حقيقه ده موجود يعني طبيا موجود، فده احنا بنعالجه برضو. لكن هي الباند من الحاجات اللي الجميله. فالباند الباندد سليف باندد سليف، او يعني تكميم المعده المعدل الاسم الدارج ليها يعني. في بقى حاجات بنسمع عنها دلوقتي، احنا بنقولها يعني، هي يعني حاجه وصف لطريقه دخول المنظار نفسه، الفتحات الصغيره دي بيبقى ليها اسماء كتيره بقى يعني. ممكن الفتحات الصغيره دي بتبقى فتحه واحده بس، دي اسمها سنجل بورد، فتحه واحده بنعمل بيها العمليه. حاجه كده زي القمع صغير بيبقى فيه كذا فتحه لفتحات المنظار، بتدخل من السره بنبتدي نعمل منها العمليه بس كده، دي فتحة واحدة تجري بيها العملية بدل فتح الجراح الكبير، لا فتحة كده بسيطة. في فتحات صغيرة كده ميني بآلات 3 مللي
اسمها التكميم الدقيق. التكميم الدقيق ده انه معنى يعني انه الفتحات التجميليه بتبقى يعني صغيره، ندبه كده صغيره، بدل الفتحات اللي هي بتبقى سنتي، ده دلع، اسمه دلع يعني. في احيانا بيبقى يعني وزن مثلا 90 كيلو في بنت مقبله على الزواج، مش عايزين نعمل فتحات كتيره، بنفتح في البكيني لاين في فتحه القيصريه، بنعمل الفتحات في فتحه القيصريه بحيث ان هي ما يبقاش حاجه تجميليه يعني. حاجه تجميليه، لكن اصل العمليه في الداخل هو تكميم معده عادي او مراكب عليه حزام، ده الاصل اللي جوه. اللي بره بقى ممكن يكون البكيني، اشكال مختلف، البكيني سليف، او ممكن يكون التكميم الدقيق، الفتحات الدقيقه الصغيره. ففي فاريشنز كتير، سنجل بورت، فتحه واحده، احيانا بتبقى فتحتين، احيانا بتبقى ثلاثه، يعني على حسب بقى شكل البطن، الوزن نفسه، جدار البطن سميك ولا ميل ولا في ميل، بيبقى له اختيار الجراح برضو بيختاره في القعده اللي هي قبل العمليه. طيب دكتور، لو حد بقى جالك بعد العمليه وقال لك انه زي ما حضرتك بتقول كده ان في نوع من الناس بيتخن او مش عارف ان هو يعمل لنفسه لايف ستايل، حضرتك كنت دايما بتقول في الحلقات انه بتتكلموا معاهم نفسيا وبيكون في عياده تغذيه، يعني حضرتك السنتر متكامل نفسي وتغذيه ومش بس العمليه وبتسيبوهم، لا بتفضلوا معاهم عشان يغير طريقه واسلوب حياته. الحياه طبعا طبعا اللايف ستايل مهم جدا، والسبورت ما بعد العمليه مهم جدا في الفتره الاولى ما بعد العمليه. احنا يعني بنبقى محوطين العيان بدكاتره، طبعا الفريق الطبي المعاون كله بيساعد المرضى في ان هم يختاروا طريقه اكلهم، بيختاروا طريقه المتابعات بتاعتهم، يتعلموا كويس بس الفتره الاولى. وفي ناس خلاص يعني هو عارف خد النصيحه الاولى او المتابعه الاولى وما بيجيش خلاص، هو في ناس ثانيه احنا بنحافظ عليها شويه، بنحاول ان احنا نتابعها مره واثنين وثلاثه بحيث ان هو يتعود على النظام الجديد، وخصوصا في سن صغير اللي هو قبل 20 سنه ده محتاج برده شويه سبورت. في عندنا جروب على الفيسبوك اسمه جروب التكميم والتحويل والتغذية بعد العملية، الفريق الطبي برضو موجود فيه بيتابع الناس من مختلف أنواع أنحاء العالم، يعني الناس اللي عملوا العمليات عندنا كلهم متجمعين بيشاركوا بعض التجارب السابقة وازاي عملوا العمليات، واللي عنده مشكلة بيعرضها والفريق الطبي بيجاوب عليها. وفي أبليكيشنز للأبليكيشنز، وبنحاول ان احنا نساعد بيه الناس، بننزله على التليفون بيساعدنا برضو في ان احنا يوصل لنا نوتيفيكيشن، يوصل لنا تعليمات ما بعد العمليه، يفكرنا بمواعيد المتابعات. ففي حاجات كثيره جدا احنا بنعملها بنحاول نساعد بيها كل الناس اللي عملت العمليات بحيث ان هو يقدر ان هو يتجاوز الفتره اللي ما بعد العمليه ويتعود على اللايف ستايل الجديده المظبوطه اللي هي تكون مفيده ليه. ده الابلكيشن طبعا يا دكتور اللي على الشاشه علشان الناس بالزبط. ايه حبت ان هي تتواصل مع المركز بتاع حضرتك، بس طبعا طريقه جديده وفكره حلوه وعلى الموبايل بمنتهى السهوله، يعني التكنولوجيا حلوه جميله طبعا بتسهل حاجات كتير، فادت الفتره اللي فاتت جدا في ايام الحظر اللي هو اللي احنا قعدناه ده، فطبعا دي كانت مفيده جدا الناس تتابع بيها. يعني الكورونا دي كان ليها مساوئ بس كان ليها برضو شويه مميزات في حاجات كتير، قعدنا عليها قعدنا نشوف افكار جديده، فكره حلوه جدا طبعًا. بتسهل بجد الحقيقه طبعا انه التليفون بقى يعني يمكن حاجه بقت صاحي بيه نايم بيه، بتخلص شغلك عليه، يعني كل الحاجات بقى دلوقتي بتوفر يعني وقت كبير جدا. وانا شايف ان احنا التواصل مع الناس اللي عملت قبل كده سواء خلال الابلكيشنز، التواصل عن طريق الفريق الطبي يعني بتواصل معاهم، خد وقتك يعني معاهم، التواصل مع الناس اللي هي مقبله على اجراء العمليه اللي بيحضروا نفسهم للعمليات، كل دي لانه هو العمليات سهله ما فيهاش مشكله خالص، العمليات كلها في 12 ساعه في المستشفى بتقعدهم، تعمل عمليه في نص ساعه، بتتمشى بعد ساعتين، تشرب بعد ست ساعات، تروح تاني يوم، بتخس وزنك باحكام يعني سواء تكميم معده او تحويل مسار او تحويل مع تكميم او اي نوع من انواع العمليات، فهي عمليات كلها تجرى بالمنظار ما بتفرقش خالص يعني. لكن هو الحاله النفسيه احنا محتاجين يبقى فيها ريليز، يعني ما مش عايزين اي حد يدخل العمليات وهو متوتر، وشوف الناس اللي عملت قبل كده عن طريق اللي هي الجروبات اللي هي عملت، الناس اللي عملت شوف الناس اللي تواصل مع الفريق الطبي عن طريق الابلكيشن، ابعت لهم اسئله وتفاعل معاهم. الصفحه بتاعتنا بتاعت الفيسبوك عليها طاقم طبي قاعد ليها للمتابعه، يعني احنا بنحاول نتواصل مع الناس بحيث ما يبقاش عندك سؤال ما تجاوبش، يبقى انت عارف كل التفاصيل، يبقى انت عارف ايه الخطه اللي هي ما قبل العمليه، اثناء العمليه، ما بعد العمليه، ايه اللي هيحصل. واحيانا انت بتقول التعليمات دي ويبقى يعني ده فعلا هيحصل، اه هو ده اللي هيحصل، انت ده خطوات ان شاء الله ثابته موفقه باذن الله. بشكرك جدا يا دكتور. شكرا. في نهايه حلقتنا وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
كل ما تضيق علينا نرفع للسماء ايدينا نشكي همومنا وما فينا ملناش غيرك يا